العوائل اللبنانية اللي جت من القصف الصهيوني المجرم اتجاهها تواجدوا ضمن منطقة الدورة، تحديدا هذه منطقة الآثوريين، صحيح؟ نعم. شنو اللي صار؟ اللي صار أثناء تجوال دورياتنا لاحظت تجمع من المواطنين، تم إشعاري من قبل ضابط الدوريات، وجهت لاحظتهم نازحين لبنانيين من جراء القصف، تم إشعار المراجع، بدينا لهم المساعدة. بلغت سيد قائد الشرطة أيضا قبل قليل بهذا الموضوع. اتصلت بسيد مدير الجانب، بلغت المراجع، بديت لهم مساعدة. أهل المنطقة اللي جزاهم الله خير، اللي صاحب البناية انطاهم بناية سكن، بناية كلها هاي ببلاش؟ كلها ببلاش، كلها ايه. والمواطنين ايضا قام بعض المواطنين بتزويدهم بالملابس والمواد الغذائية، بعضهم اثاث منزلية، مبردات، ثلاجات، جهزوهم هسه اثاث؟ اثاث نعم جهزوهم. وايضا محتاجين، كانت احد النازحات مريضة من جراء القصف، تم ابداء لها المساعدة مستشفى الدورة وتم تلقي العلاج بالكامل. تمام. العراقيين هالغيرة هم مشهورين بهاي القضية أكيد. يعني وانتم ان شاء الله ما تقصرون ابطال الطوارئ في شرطة بغداد الكرخ، شلون تعاملكم يا الاخوة اللبنانيين اللي صاروا لنا اكثر قاطع تقريبا هنا ببغداد هنا؟ ان شاء الله تعاملنا اخوي واخوتنا النازحين هنا، راح نجي لهم المساعدة الكاملة، دورياتنا راح تكون قريبة عليهم، واللي نقدر عليه ما نقصر وياه، والناس اللي موجودين هنا الخيرين ما مقصرين وياهم. تمام. وان شاء الله احنا بخدمتهم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ حبيبي حياك الله. شلون صحة؟ الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. من وين انت؟ والله من الضاحية الجنوبية. الضاحية الجنوبية. ايوه الغبيرة. تعال ماما. حياك الله. تعال هنا تفضلي. حبيبي الله يخليك. تفضلي. الضاحية الجنوبية. نعم. شو وقت جيتوا لهنا؟ والله انا يعني من أربعة أيام. جيت من لبنان، يعني كان القصف والضرب علينا. حطيت اولادي بهالسيارة وطلعت بسيارتي يعني. وجيت سيارتي. نعم سيارتي. نعم هيدي الجيب معي. تمام. الحمد لله وجينا على الطريق وكان عجقة وزحمة. انتوا استقريتوا هنا في البناية؟ الحمد لله. ايه الحمد لله. بدون ايجار وبدون كل شيء. والله الله يجزيه الخير لابو فراس حسن، اسمه السيد حسن. استقبلنا استقبال حلو، واهل العراق كله والنعم منهم. هذا بلدكم الثاني. كمان بلدنا بنشكرهم. ماما الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا امي. من الضاحية؟ ايوه من الغبيرة يا امي. تمام. انا احنا جينا انا واولادي وجوزي هون. وجينا ضلينا ماشيين وخربت معنا السيارة وضلينا جايين، جينا لهون هاي للمنطقة، وناس من أهل الخير، أهل العراق وأهل الأحبة وإخوانا وأهلنا، وما قصروا معانا يعني أهل الحارة هون، كتروا أهل الكرم وأهل الخير يعني. احنا بخدمتكم. نعم. اثاث كامل مالتكم هسه لو محتاجين بعد؟ الحمد لله. شنو محتاجين؟ والله ما محتاجين الا محبتكم وبالفعل اهل العراق والنعم منهم، يعني ساعدوا مع الشعب اللبناني كثير كثير كثير، نحن بنشكرهم واستقبلونا والله. والانبار كمان الحديثي، نعم الله يخليه، ابو كمان ابو عبد الله شخص كان على السيطره، كان والله عزمنا على بيته اقسم بالله، ما اثر معانا والله، والنعم منه نحن بنشكره، كمان بنشكر اهل العراق كله. كم عائله اتفق؟ والله شيء ست عوائل يعني. نحن ست عوائل. كان في المكان عليكم؟ الحمد لله. وصاحب العماره ما اثر معانا أنا بلغاني إنه صاحب العمارة فتح حق لكم بلاش قاعد. والله ما أخذ أي شيء يعني، بارك الله بأصله. هذول العراقيين. والنعم من أهل العراق، نحن بنشكرهم باسمنا بشعب لبنان كله. الله يزيهم الخير وكل الشهامة والطيب والمحبة وأهل الكرم. استقبلوا شعب لبناني والنعم منهم. خدمتكم. بارك الله يزيك الخير. إحنا عندكم مريضة إذا تريدون هسه. والله عندي بنتي والله مريضة. هذه. هيدي صدمة. ما باتي. صدمة. الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. زينة. ايه شلون صرتي هسه؟ منيحة. رحتي للمستشفى اليوم؟ ايه. سيد مدير النجدة، تفضل. مدير النجدة الدورة، اخذتوها المستشفى؟ اي نعم اخذناها المستشفى، بدينا لها العلاج، وايضا اكو بعض العلاج ما متوفر، تم جزاء الله خير مدير المستشفى بتوفره من المداخل لمنطقة السعدون. وجابوا العلاج. جابوا ان شاء الله بالطريق راح يوصلك. شو تريدين احنا حاضرين؟ ايه. انت هسه لا ما بس شكر، هذا واجبنا. انت ببلدك شو تريدين حاضرين؟ تمام؟ هتريدين مدرسه، تريدين تروحين فد مكان، اللي تريدين تروحين مثلا تسوق، اي شيء احنا حاضرين. تمام. إيه؟ بابا ايه ايش قد عمرك؟ 18. الله يعطيها الصحه والعافيه. بنتك تعالي اجا. بنتي هيدي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. ان شاء الله احنا بخدمتكم، وان شاء الله تعدي هذه الازمه عليكم، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يفعل البلاء عنكم. امين امين يا امي امين. وانتم ما قصرتوا معنا، وحتى اهل العراق كله ما قصرت وكافيه معنا وترحبت فينا، والله من اول العراق لاخره هي ترحب فينا. حتى ابو المخبز بلاش فتح لهم المخبز، قال لهم هذا
كله ببلاش تاخذون، وايضا اكو عائلتين همني قدام هميتين هم نفس الحاله. هم جهزت عدد من الشقق ببغداد، هاي رساله من خلال البرنامج تواصل ويانا يعني اهل خير واهل بنايات وشخصت مكانات ببغداد مرتبه، ممكن انه اذا اكو اي عائله لبنانيه احنا مستعدين نسكنها، اي عائله لبنانيه تمام. واحنا دورياتنا هميتين هنا بمساعدتهم خدمتهم، تعرف النجدة واجبها انساني وخدمي قبل ما تكون الناس حتى فرحانه بيهم يعني. سبحان الله. سبحان الله والحمد لله ان شاء الله خير. انت تعال من المنطقه شلونكم ويا الاخوان اللبنانيين؟ والله نحط معاه راسنا، يمرون امر شو يحتاجون احنا بالخدمه، ويضرب رامي اني عيوني لهم. مين عرفت اسمه برامي؟ المول اول باعت شت يمهم هنا. اول ما جوي. اي وهل قدر الله ما ساعدناهم هل اللي بدربي. اهل الدارة طيبين. على راسي اشكرك سيدي. زمان طيبين. اشكرك سيدي رحم الله والديك، والله انا شت يمهم قبل شوي هم ماتوا قلت لهم ايش تحتاجون انا حاضر. عيوني لكم دليتهم محل مال ملابس مال باله شو يريدون انا حاضر. ملابس باي شيء قلت لهم انا خادم لكم. الاكل وهذا الشرب دا يوصلهم؟ دا يوصلهم، وانا هسه والله هسه طمت يعني هذا ابو محمد جبت له اكل قلت له ما لكم يعني ما يصير هم احكي بيه. اي يعني هل قاسم الله طيبهم يعني. هذول اولادكم ذول الصغار؟ لا ما اولادنا كلهم اولادنا. كم ولد عندك انت؟ اولاد عندي 12 ولد اسمه 12. ما شاء الله. 12 ولد اسمه الله. عندك 12 ولد؟ اي الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله. نصهم بالبنين. عندك بعدك بلبنان؟ بعد والله في ابني في كذا يعني كمان. اي والله الحمد لله. ما شاء الله، ايش قد عمرك انت؟ الحمد لله عمري بال 57 50 سنة. عندك 12 ولد؟ الحمد لله. عيني باردة؟ الحمد لله، هي نعمة من الله. الحمد لله. رب العالمين بيبعث الولد والله دخيل بيبعث رزقته. ان شاء الله.